السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم راح أستكمل سلسلة Rise of Kingdoms، بس في ناس كثيرين طلبوا مني أني أشرح المباني قبل ما أدخل على القادة والتحالفات بشكل عام، فهذا راح يكون مقطع اليوم إن شاء الله. بإذن الله أنك راح تفهم وظيفة كل مبنى، وغير كذا راح أشرح الأدوات اللي موجودة باللعبة. ويلا نبدأ. عندنا نوعين من المباني في اللعبة، اللي هي الاقتصادية والعسكرية، وطبعا فيه أربع مباني ما لها تصنيف لأنها تتعلق بالمدينة نفسها. فنبدأ الآن مع الاقتصادية. المزارع، طبعا هذه أمامك قمح، خشب، حجر وذهب. بيكون متوفر عندك من كل هذه، من كل نوع يعني، أربعة مزارع داخل المدينة. فهذه هي، ما يبغى لها شرح أكثر من كذا. نروح اللي بعدها. المخزن. طيب المخزن يا طويل العمر، هذا إذا أحد هجم على مدينتك وصفر الجنود عندك راح ينهب هذه الموارد اللي عندك، لكن انت راح تحتفظ باللي موجود هنا طبعا على حسب المستوى اللي انت فيه، فراح يبقى معك هذه. هذا هو فكرة المخزن بشكل سريع ومبسط. هذا هو كوخ البناء. فكرة كوخ البناء انك ترفع مبنيين مع بعض، لكن بالبداية راح يكون متاح لك عامل واحد، الثاني راح يكون 150 جوهرة إلا إذا وصلت في مستوى الـ VIP إلى السادس، بحيث تفتح الثاني إلى الأبد، فيصير لك عاملين يشتغلون على مبنيين في وقت واحد. المركز التجاري. طبعا فائدة المركز التجاري أن التاجرة هذه راح تجيك في أوقات معينة وتقعد عندك لمدة ساعتين، تقدر تحدثها مجاني أول مرة، بعدين خلينا نشوف مع بعض. طبعا أي عرض يجيك في مقايضة بالموارد على طول قايض، ولا تفوت العرض. أما العروض اللي تجيك بالجواهر يعني زي كذا، خليك ذكي، إذا شفت في خصم 70% وفوق اشتر على طول، راح يكون عندك رخيص، إلا إذا كنت مضطر تشتريها فهذا شيء راجع لك. طبعا كل ما تجي معها عروض، لاحظ بالشكل هذا موارد، فأنت تسأل نفسك هل أنا أحتاج هذه الآن بهذا الشكل. طبعا هذه لا تفوتها، هذه مفيدة. وبهذا الشكل. المتجر. طيب عندنا نوعين، عندنا العادي اللي يمديك تشتري منه أي شيء، وعندنا عروض الـ VIP. طبعا أي شيء قلنا فيه موارد اشترى على طول من دون ما تفكر، لكن إذا كان المقابل مجوهرات، هنا اسأل نفسك هل فعلا أنا بحاجة الشيء هذا الآن أو لا. فهذا السؤال وهذا التفكير الصحيح في شراء عروض الـ VIP، مو على أي شيء تحط، لازم تسأل نفسك. فحاليا أنا في المستوى الثامن، فموقف هنا، بعدين إذا رفعت التاسع راح يتاح لي شراء تمثال قائد ملحمي ومليون ونص خشب. فأغلب الناس يرفعون إلى المستوى 13 بحيث أنه يقدرون يشترون هذه التماثيل لرفع مستوى، أو عفوا لرفع مهارات القادة الأساطير. هذا الشيء الوحيد اللي ما هو متوفر لا بأي سوق، وحتى بالأحداث نسبة حصولك عليه ضعيفة جدا. فنعم هذه أسرع طريقة حتى ترفع مهارات القادة الأساطير بشكل عام عندك.
تكلفته 2000 جوهرة، متاح لك 20 حبة في الأسبوع الواحد، لأن هذه العروض تتحدث زي ما أنت شايف هنا عندك كل أسبوع. فاستثمر جوهراتك في رفع مستوى الـ VIP إلى 13، هذه هي الفكرة بشكل عام. السوق. طيب، فكرة السوق بشكل عام أنك أي أحد يطلب منك موارد بحيث أن يبغى مساعدة أو أي شيء، فهذا هو المبنى المناسب. حاليا أنا في المستوى 19، فيمديني أنقل حوالي 1,200,000، لكن في ضريبة هنا، فكل ما ترفع المستوى كل ما تقل معدل الضريبة ويزيد سعة النقد عندك. فخلونا نطبق بحيث أن الفكرة توصل بشكل أفضل. خلونا نشوف أحد قريب مني هنا علشان أوريكم الفكرة. طيب ممتاز، هذا عندي هنا، هذا الزر مساعدة، طلب مثلا قمح، خلينا نرسل قمح. شوف، لاحظ، فراح يخصم عليك هذه، ولكنك راح ترسل 1,200,000 على حسب أنت في أي مستوى. فهذه هي فكرة السوق بشكل عام. طبعا أنت يمديك تحدد، بالشكل هذا تحط الرقم اللي أنت تبغاه من أي رقم تبغى ترسل له في الموارد. مركز التحالف. طبعا فكرة مركز التحالف بسيطة جدا، يعني أي أحد يبغى مساعدة زي ما سويت أنا قبل شوي، تضغط على اليد. الفكرة أن أي أحد يبغى يرفع مستوى مبنى أو يسرع الأحداث عنده، فتقدر أنت بالضغط زي ما سويت في البداية. لاحظ معي هنا، حاليا أنا في المستوى 21 في مركز التحالف، أقدر أتلقى مساعدة من 25 عضو بالتحالف. وغير كذا، كل ما ترفع مستوى مركز التحالف، مثلا إذا أحد هجم على مدينتك أو شيء، راح تستقبل 612,500 جندي بالمركز التحالف، بحيث أنهم يكونوا قوات معززة لك، يعني يساعدونك، لكن هذا الحد الأقصى اللي بيرسلونه لك. فهذه هي فكرة مركز التحالف بشكل عام. المعهد. طيب، المعهد فكرته، يعني الفكرة واضحة جدا، يعني ما يبغى لها شرح. تعزز عندك العلوم الاقتصادية وترفع عندك العلوم العسكرية بشكل عام. ففي ناس يركزون على مسار واحد، وهذا الشيء غلط، لأنك تحتاج بعد في وقت من الأوقات أنك تقاتل، فبرضو لازم تهتم هنا. فاللي عليك تسويه أنك توازن الأمور، تشوف أنت احتياجك وين بالضبط، فارفع مستوى المكان اللي أنت تبغى ترفع فيه، سواء اقتصادية أو عسكرية. لكن في نقطة مهمة هنا لازم أذكرها، أنت إذا وصلت هنا حتى تفتح جنود المستوى الخامس، هذه تستلزم منك علشان ترفعها إلى آخر مستوى، لازم تكون العلوم الاقتصادية عندك فل بشكل كامل. فهذه هي فكرة المعهد. ننتقل الآن إلى المباني العسكرية، لكن قبل ما أشرح ركز معي تمام، لأن الكلام اللي راح أقوله مهم وينفعك في البداية، فلا تهمل التفاصيل. في بعض الناس يهملون أدق وأصغر التفاصيل، فركز معي تماما حتى تفهم موضوع الجيوش بشكل عام. هذه هي الثكنات العسكرية بشكل عام. هنا تدرب الفرسان، وهنا المشاة، الرماة، المنجنيق. في البداية في بعض اللاعبين ما ينتبه لتفصيل مهم جدا، اللي هو طبعا انت بتكون تدرب اول واحد،
إذا فتحت المستوى الثاني عندي أنا حالياً 4400 من المستوى الأول، أقدر أني أرفعهم من خلال هذا الزر ترقية الوحدة. تمام؟ لاحظ طبعاً أنا لأني فاتح الرابع فراح يرقيهم إلى آخر مستوى رفعته أنت، لنفترض أنك في الثالث ففتحت الرابع. لاحظ الرابع كم يكلفني هنا الآن موارد وكم يأخذ وقت لألف ومئتين جندي. فأنا حاليا موجود عندي 10359 جندي من المستوى الثالث، لما أرقيهم للرابع لاحظ موارد أقل ووقت أقل. فنعم بالطريقة هذه الكلام هذا ينطبق عليهم كلهم. النصيحة الثانية، المنجنيق، طبعا المنجنيق بشكل عام لا يستخدم في الحروب نهائيا، لا تطلعهم أبدا إلا إذا كان تبغى تنهب مدينة بعد ما تصفر جيش الخصم. نعم ارسل جنود واستخدمهم في الزراعة، طبعا هم مصالحين للزراعة. فهذه هي النصيحة الثانية. معسكر الكشافة، طيب خلونا نشوف. راح يكون عندك متاح 3 من الكشافة يستكشفون الضباب، إذا أنت في مملكة حولك ضباب بحيث أنك تفتح أماكن وتستكشفها ويشوف إذا في تحالفات، إذا في مدن، إذا في كهوف، فتستفيد أنت من الأشياء هذه. فإذا أنت انتهيت زي ما أنا منتهي عندي هنا، تم الانتهاء من استكشاف الضباب، تقدر تستخدمهم بعد في استكشاف المباني، الأعلام، الحصون، الجيوش اللي خارج المدن يعني في الساحة أمامك. فنعم الاستكشاف جدا مهم، لكن في حاجة مهمة هنا لازم أتطرق لها. لاحظ أنا حاليا لنفترض أني الآن لابس الحماية، تمام؟ بمجرد أنك تهجم على خصمك راح تنفك الحماية أو تستكشف خصم. خلينا مشكلة، ما في أحد حولي هنا. طيب طبعا لأن أنا فاتح البرامج ثقيلة فمشكلة. نبغى أي أحد؟ أيوة هنا هنا. طبعا هذا خارج التحالف، فلو سويت كذا لاحظ سيؤدي الاستكشاف إلى إلغاء درع السلام. طيب لو سوينا، لاحظ هنا دخلني الحرب الضروس مدتها 10 دقائق، بحيث انك ما تقدر تلبس حماية لمدة 10 دقائق. طبعا هذه تنطبق على حتى اذا هجمت على احد وانت بعد لابس درع حماية راح تطير منك لمدة 10 دقائق، فانتبه للموضوع هذا علشان ما تهاجم مدينتك. المستشفيات، طيب فكرة المستشفى انك تعالج الجرحى بشكل عام، يعني بسيط، يعني ما ادري ايش اشرح بالضبط فيها، لكن لاحظ هنا البيانات. حاليا تكلفة المستشفى الواحد 36,000، طبعا اقصد يعني نشيل 36,000 في الواحد، فمجموع هذه راح يطلع لك هنا. ممتاز. في نقطة مهمة لازم أذكرها الآن، أنا عندي الحد الأقصى 189,200 جندي أقدر أو مصاب أقدر أشيلهم، فهذه لو تفللت، إذا أنا عندي جنود برا وهذه فل، طبعا المستشفى فل، فراح يموتون على طول. انتبه للموضوع هذا، لا تهاجم وأنت عندك المستشفى فل، لأنك راح تفقدهم للأبد خلاص.
طيب، القلعة وهي آخر المباني العسكرية. طبعاً إذا أحد من أخوياك بالتحالف هجم على أحد على مدينة أي أحد راح يطلع لك هنا التنبيه، أو إذا أحد بيهجم على قلاع البربر فبرضو راح يطلع لك هنا التنبيه. الفكرة أنك إذا بتسوي حشد جيوش تعتمد على المستوى اللي أنت فيه وكم راح يكونون معك حتى تهجمون كلكم سوا في جيش واحد. فحاليا أنا أقدر أستوعب 625 ألف جندي تحت قيادتي تجاه المكان اللي أنا راح أضرب فيه، سواء علم أو حصن أو مدينة أو قلاع البربر بشكل عام. فهذه هي فكرة القلعة. في شيء مهم لازم أذكره الآن، إذا أبغى أرفع من مستوى إلى آخر ما راح يكلفني موارد بس، لا، لازم أشتري شيء اسمه كتاب العهد. طبعا هذه تحصل عليها من خلال قلاع البربر، أقصى حد ممكن تأخذ 3 كتب، فهذا شيء قليل مرة. ففي ناس يستخدمون المجوهرات ويشترون الكتاب الواحد اللي يكلف 10 جواهر. لاحظ، لو أبغى أرقي طيب من 13 إلى 14 راح يطلب مني 134 كتاب والمقابل 1340 جوهرة. فهذه صعبة جدا، ولأنك إذا وصلت المستوى الأخير راح تعاني، يعني من 20 وفوق راح تكون معاناة، راح تزيد عدد الكتب. فأنت تستثمر مجوهراتك في الكتب. الآن بعد ما انتهينا من شرح المباني الاقتصادية والعسكرية، راح نروح لأهم مبنى اللي هو المدينة. قاعة المدينة. المدينة هي السبب في أنها تفتح كل المباني اللي أنا شرحتها قبل، فهي القلب النابض زي ما هم قايلين لك هنا، قلب حضارتك. فنعم، هذه هي بيانات المدينة. طبعا كل ما ترفع مستوى المدينة كل ما توسع عدد الجنود اللي ترسلهم للخارج، وأيضا القادة اللي ترسلهم للخارج. مبدئيا انت راح ترسل واحد، قائد واحد، بعدين اذا وصلت مثلا المستوى الخامس راح تقدر ترسل قائدين، وهكذا الى ان تصل الى الخامس، 5 قادة طبعا مع بعض، وتكون عندك سعة القوات اكبر. فنعم، في نقطة ثانية مهمة قد يغفل عنها البعض وهم كبار، يعني ممكن لاعب كبير ما يهتم بالاشياء هذه. طبعا هذا هو التصميم التقليدي للحضارة الصينية، فكل حضارة لها تصميم معين، ما في خصائص، يعني افتراضي. طيب، هذه الثيمات تأخذها من أحداث تجيك باللعبة، فيعطونك ثيمات. فالثيم هذا حق التصميم حق القلعة، عفوا حق المدينة، يختلف. يعني لاحظ هنا هجوم المشاة معطيني 5% زيادة، ومنقص صحة الرماة 5%. معناه إذا أبغى أركز على المشاة راح أخذ الثيم هذا. مثلا هذا تصميم ثاني، لو أبغى أركز على الفرسان راح أخذ هذا التصميم، لكن ما أطلع أحرص أني ما أطلع الرماة حتى ما يكونون ضعيفين في القتال. لاحظ، فكل تصميم له مميزات. طبعا خلينا نشوف هنا، فهذه هي فكرة التصاميم بشكل عام. هنا هذا بس شكل يعني برواز على اسمك. بيانات مدينتك بشكل عام، اللي هي سرعة البناء، سرعة البحوث والتدريب، وهكذا. أتمنى الآن وصلت فكرة قاعة المدينة، واعتني بخصائص الثيم لأنه راح يتغير شكل المدينة من الخارج كذلك.
خليني بس اختار الافتراضي علشان اوريك الفكرة بعد. لاحظ اختلف تماما التصميم ورجع زي ما كان. الجدار وأبراج الاستطلاع. قوة مدينتك تعتمد على مدى متانة الجدار عندك. حاليا أنا هنا بالمستوى 21، قوة المتانة 30,000. وأصلا قبل ما ترفع المدينة راح يلزمك أنك ترفع الجدار قبلها لأهمية الجدار. فحاليا قوة الجدار تعتمد على قوة القادة اللي على الجدار، فأنت ما تروح تختار لي مزارع أو تأخذ لي واحد يقاتل البربر أو أي واحد ما هو من اختصاصه أنه يدافع عن المدينة. فتروح من هنا. خليني بس أوضح لك الفكرة، لأن هذه الموضوع القادة هذا راح أجيه بعدين. لاحظ عندي هنا فرسان وحامية، وكذلك مشاة وحامية. الحامية هي المسار اللي لازم تتبعه إذا بتخلي القائد هذا يعني يدافع عن مدينتك. ففي رماة حامية، قائد رماة حامية. مبدئيا أنت هذول اللي يهمونك، لكن إذا عندك مثلا ريتشارد أو مارتن أو جيسونغ، فهذول هم النسخة المطورة القوية في الدفاع عن المدينة. لاحظ عندهم حامية، كلهم عندهم حامية. فلو تسألني أنت من تفضل يكون على الجدار، راح أقول سون تزو والقائد الثاني له. لا عفوا، شوف مزارع مونديوك. تمام. طبعا عنده مهارات دفاع الحامية، وسون تزو كذلك، فأقوياء جدا في الصمود. وهذه هي فكرة الجدار. أما أبراج الاستطلاع، طيب تذكرون القلعة يوم قلنا لازم يطلب كتاب؟ طيب هذه نفس الفكرة، علشان ترفع من مستوى إلى آخر راح يطلب منك سهام المقاومة. تكلفة الواحد 10 جواهر. فنعم هذول يتحصلهم من خلال قتالك للبربر بشكل مستمر، أو من حدث اسمه حدث لوهار، اللي هو قائد من القادة. فهذه وظيفة هجوم، عفوا هذه وظيفة أبراج الاستطلاع، أنها تسبب ضرر عالي للخصم اللي هاجم على مدينتك. راح يتلقى أضرار عالية بسبب أبراج الاستطلاع، فكل ما ترفع كل ما يكون الضرر أعلى. فهذه هي الفكرة ببساطة لأبراج الاستطلاع. فلا تستثمر مجوهراتك هنا، لأنك تقدر تحصل عليها بكل سهولة، لكن تحتاج وقت. عندنا هنا شيء اسمه نصب تذكاري. طبعا هذا راح يستعرض لك تاريخ المملكة بشكل عام، أنت في البداية لما تنضم مع تحالف راح تسوي هذه المهمات وتحصل على هذه الجوائز. فأحرص أنك تكون مع تحالف شاطر ومتفاعل، ما يكون خامل، بحيث أنه يقدرون يحصدون هذه الجوائز. الحانة. طيب الحانة هي فكرتها بسيطة جدا، اللي هي فيها صندوقين ذهبي وفضي. الفرق بينهم بسيط، أن الذهبي راح تكتسب منه قادة أساطير، لكن نسبة الحصول عليهم ضعيفة، فهذه تعتمد على حظك أنت. حلو.
أما الفضي راح تكتسب جميع القادة، لكن هي مسألة حظ، يعني في النهاية هي حظ، فخلونا نجرب. فمن هنا راح تكتسب القادة بشكل عام. طيب نشوف الذهبي الآن. نفتح. فما في داعي انك تشتري المفاتيح الذهبية علشان والله ممكن يطلع لك، لا 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 خلها زي ما تجي، ان طلع لك كان بها، ما طلع لك خلاص. فما له داعي انك تضيع مجوهراتك على المفاتيح الذهبية حتى تفتح الصندوق الذهبي، ففكرة سيئة. الآن بعد ما انتهينا من شرح المباني بشكل عام، ننتقل للأدوات وأهمية استخدامها وكيفية استخدامها كذلك. الأدوات تحصلها في المتجر حق اللعبة. طيب نروح من هنا. مثل ما قلت استثمر مجوهراتك في نقاط الـ VIP بشكل عام، لكن الموارد لا تحط فيها أي مجوهرات نهائيا. طيب هذه هي التسريعات أمامك. التعزيزات خلينا نشرح شوي هنا، رغم أنه والله كلها واضحة يعني، بس في ناس يعني تصعب عليهم الأشياء هذه. فهذه فائدتها أنك تستخدمها في الحرب إذا تبغى توسع الجيش حقك برا. فنعم 50% لمدة 4 ساعات، وهذه 25% لمدة 4 ساعات. أما هذه تستخدم إذا خصمك استكشف مدينتك، راح يطلع له عدد قوات وهمي، يعني يطلع له دبل اللي موجودين عندك، فيتردد هل راح يهجم عليك أو يكنسل الهجوم من الأساس. أما هنا منع استكشاف المدينة بشكل عام، وهذه رفع مستوى الدفاع، الهجوم بمختلف الأوقات والقوى، وهذه دروع الحماية. طيب نجي للمهمة الآن. أنت إذا تبغى تغير اسمك راح يكلفك 500 جوهرة، هذه الخاصة بالقلعة اللي شرحناها قبل، إذا تبغى تشتري عدد معين من هنا. نفس الكلام ينطبق على سهام المقاومة اللي تبع أبراج الاستطلاع. أما مخطط السيد، أنت إذا وصلت للمستوى الأخير من المدينة راح يطلب منك مخطط السيد، فكل مبنى تبغى ترفعه إلى المستوى الأخير راح يطلب على كل مبنى مخطط السيد اللي يكلفك على 1000. إعادة تعيين موهبة القائد، يعني الموضوع جدا بسيط. خلينا نشوف مع بعض. طيب هذه هي المواهب بشكل عام. مثلا انت مفلل هذه، فاذا تبغى تنقل المهارات، عفوا اذا تبغى تنقل النقاط هذه نقاط المواهب، راح تستخدم ذيك إعادة تعيين موهبة قائد. فهذه هي فائدتها. وهذه تغيير الحضارة، هذه لا تحط فيها أي شيء، يعني لا تشتريها أبدا، هي راح تجيك مع الأحداث مع المهام اليومية. هذه توظيف بناء اللي هو موجود في كوخ البناء، مثل ما قلنا يكلفك 150 لمدة يومين. طيب الآن ننتقل إلى النقطة الأهم واللي يسألون عنها كثير، إيش فائدة هذه وهذه وين تودي؟ فخلونا نشوفها الآن. عندنا الآن ثلاث أنواع من أنواع الانتقالات. عندنا نقل محدد وعشوائي وإقليمي. رغم أنه موضح لك هنا، لكن
في ناس ما فهموا الفكرة بالضبط. طيب، النقل المحدد يستخدم إذا تبغى تطلع وتنقل مدينتك خارج التحالف بشكل عام، أو في التحالف يستخدم، ما هي مشكلة. فلاحظ لو أبغى أنقل هنا راح يسمح لي أنقل إذا استخدمت النقل المحدد، لكن إذا أبغى أروح على منطقة تحالف ثانية ما راح يسمح لي. ليه؟ لأنه ممنوع، فهو يستخدم داخل وخارج التحالف. طيب، الإقليمي زي ما أنت شايف طلع لي هنا، الإقليمي يعني تنقل فقط على منطقة تحالفك، على الأماكن اللي مسيطرين عليها تحالفك، زي ما أنت شايف هنا هذا تحالفي الحالي الآن. فهذه الفكرة. أما النقل العشوائي راح ينقلك أي مكان على أي أرض بشكل عشوائي داخل المملكة. وبس، هذه هي فكرة النقل، وأتمنى تكون واضحة لأنه سهل أصلا. هذا اللي كان عندنا اليوم، يعطيكم العافية على المتابعة والدعم، وأي اقتراحات أي أفكار أبد أنا حاضر. والمقاطع الجاية راح تكون عن القادة والتحالفات والحملات بشكل مفصل، وبحيث أنك ما تطلع من المقاطع إلا وأنت فاهم كل شيء إن شاء الله. في أمان الله.